اولا بس يا جماعة حابين نشكر صاحبة التعليق الجميل ده على متابعتها لينا وتعليقاتها الجميلة لينا، شكرا ليكي، بارك الله في عمرك وصحتك. اسعار الفاكهة اليوم يا جماعة الكنتالوب من 2.5 إلى 3 جنيه، ده طبعا في سوق العبور للجملة. التفاح يا جماعة، التفاح طبعا حسب الجودة من 7 إلى 8 جنيه. المشمش يا جماعة طبعا أفضل نوعين في المشمش هو المشمش الأمل ومشمش الكيان، وطبعا بيصل سعرهم من 7 إلى 8 جنيه في سوق العبور للجملة. العنب الأحمر يا جماعة من 8 إلى 12 جنيه حسب جودة الزرع. الفراولة يا جماعة قليلة طبعا في السوق زي ما انتوا عارفين، فسعرها مرتفع شوية من 9 إلى 10 جنيه في سوق الجملة. البرقوع يا جماعة من 15 إلى 20 جنيه في سوق الجملة، دي أسعار سوق العبور للجملة في الفاكهة يا جماعة. الخوخ يا جماعة جميع أنواع الخوخ من 2.5 إلى 4 جنيه، وفي بخمسة وفي بستة، بس يعني إيه ده قليل جدا اللي هو أفضل نوع في الخوخ. تمام. الشمام يا جماعة أنواع طبعا، في رشيد وفي عراجي وبحيري، وطبعا في مكان بيجي منه اسمه بحر البجر، طبعا افضل انواع الشمام اللي هو شمام رشيد. واسعار الشمام يا جماعة من 2 جنيه إلى 2.5، الانواع الاخرى طبعا من 2.5 إلى 3 جنيه. دي كانت اسعار بعض انواع الفاكهة، وانتظروا كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.